مساء الفل عليكم في حلقة جديدة من برنامج نحت ورد. هنكمل في البرنامج رحلة البحث في عالم التجميل. ضيوفي النهاردة دكتور مروة دهب، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، وهنتكلم عن نضارة الإيدين والميزوبوتوكس، وهيكون معنا كمان دكتور رائد الدماسي أخصائي الجلدية والتجميل والليزر. هنتكلم عن بعض مشاكل البشرة وإيه علاجها. بعد ما نسمع من ضيوفنا هيكون معنا خبيرة التجميل رانيا رفعت، هنتكلم عن الشفايف، تلوين الشفايف ورسم الايلاينر. بس قبل ما نبدا في حاجه عايزه اتكلم فيها. جات لي رساله من واحده بتقول: منى انت ليه بتشجعي الستات كلها انها تكون شبه بعض، منفوخين نفس الشكل، مناخيرهم نفس الشكل؟ عايزه اوضح حاجه، بس احنا بالعكس، انت فهمتي رسالتنا غلط خالص. احنا بنقول العكس، احنا بنقول مش عايزين الناس كلها تبقى شبه بعض، عايزين الناس تختار تبقى شكلها ازاي. طب هم هيعملوا كده ازاي من غير توجيه، من غير اكسبوجر، او يعني ان هم يشوفوا ايه الحلول ان هم ما يبقوش شبه بعض؟ بالعكس، انت فهمتي رسالتنا غلط خالص. الرساله الصح ان احنا نكون احسن نسخه مننا. حاجه ثانيه عايزه اقولها: الجمال معروف انه بيبتدي من جوه. لو انت من جوه مش تمام وبره تمام هتبقي مش تمام، انما لو انت من جوه تمام وبره ايا كان الشكل ايه هتبقي تمام. تابعينا وخليكي معانا عشان تعرفي ازاي تكوني تمام. اول فقره عندنا النهارده فقره تيك توك ترندز، خليكي معانا. جمعنا بقى مع فقره تيك توك ترندز. قبل ما ابتدي الفقره دي عايزه ادي نصيحه، بما ان انا ام للامهات كلها، كل اولادنا بيجي لهم حبوب في وشهم. في امهات مننا بتقول خلاص هي الحبوب هتاخد فترتها وتروح. بيحصل في حالات قليله قوي ان الحبوب بتاخد فترتها وتروح، بس للاسف بيبقى في حبوب عميقه جدا ما بناخدش بالنا. الحبوب بتروح وبيفضل ايه؟ بيفضل اثر الحبوب، اثر نفسي واثر في الوش. الحبوب بتعمل حفر في الوش، انواع واشكال من الحفر. حاله الاولاد النفسيه بتبقى صعبه جدا من الاثار دي، وعلاجها بيبقى صعب جدا. فخلينا نتفق ان اول لما نشوف حبايه في وش ولادنا نجري على الدكتور، نجري يقول مفيش حاجه مفيش حاجه، يقول في علاج ناخد العلاج. خلينا بقى نشوف اول فيديو في التيك توك. ادي اول فيديو تيك توكس النهارده كلها عن علاج اثار حب الشباب. اول حاجه واشهر حاجه معروفه بيتعمل في مصر وفي العالم هو المايكرو نيدلينج، او هي مش عارفه اسمه ايه بالعربي بالظبط، بس هو بيبقى جهاز بيشكشك، بيعمل شكشكه في الجلد، بيخلي الكولاجين يشتغل فيعالج شويه اثار الحبوب. طبعا اثار الحبوب مش كلها نوع واحد، في مليون نوع لاثار الحبوب. الدكاتره مقسمينهم ومقسمين على اساسهم العلاج بتاع الحبوب. مش كل شكل بيسيبوا الحبايه نفس الشكل، في اثار داخله، في اثار طالعه، في اثار بتبقى قريبه قوي من بعضها، كل واحده لها اسم وكل واحده لها علاج. ده هنا في المايكرو نيدل. هو ده فيديو تاني ولا نفس الفيديو يا جماعه؟ في نفس الفيديو بتكمل المايكرو نيدل. يبقى اول فيديو شفناه من علاج اثار حب الشباب هو المايكرو نيدل. دي اشهر حاجه واسهل حاجه موجوده في كل حته، ونتائجها كويسه قوي، بس بتحتاج عدد جلسات طويل. نشوف الفيديو التاني، طريقه تانيه لعلاج اثار حب الشباب. ده الليزر، فراكشنال ليزر، دي من اشهر الطرق برضو. وعلى فكره في ناس بتعمل الاثنين، يعني بتعمل مايكرو نيدلينج وبتعمل ليزر. طبعا لازم الليزر والمايكرو نيدلينج يكون لعلاج الاثار، مش يكونش فيه حبوب ونعمل عليها ليزر. زي ما انتم شايفين نتيجه الليزر خرافيه، لعلاج الاثار بيبقى بالمنظر ده. برضو الليزر من الحاجات اللي في الاخر الهدف من الليزر او المايكرو نيدلينج او اي علاج ان هو يعلي الكولاجين، فيبتدي الجرح يطلع لفوق شويه، الجلد جوده الجلد عموما تتحسن. دي من الحاجات اللي بتعالج اثار حب الشباب. نشوف الفيديو التاني. ده تي سي اي بيل. يعني ايه تي سي اي بيل؟ نوع من انواع الماده الكيميائيه قويه جدا 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 لنوع من انواع اثار حب الشباب. زي ما اتفقنا ان مش كل الاثار نفس الشكل. ده نوع بيحطه، لو تشوفوا زي بخله سنان او بحاجه رفيعه جدا، بيبتدي يحط في الجرح من جوه. الجرح بيبقى او اثر حب الشباب بيبقى عامل كده، فبيدخل في الجدر بتاعها من جوه، يخلي يعمل له بماده تقريبا بتعتبر ماده كاويه. طبعا انا مش دكتوره والكلام ده انا سأله دكاتره قبل ما اكلمكم عشان ما يبقاش فيه فتي. الماده الكاويه دي بتشيل طبعا من الجلد وبتحسن الجلد، فيبتدي الحفره اللي معموله تضيق، فيبتدي الجلد يبان احسن.
طبعا هو مؤلم جدا وبيتحط قبله كريم بينج او كريم مخدر بحيث الناس ما بتحسش، وبيحتاج برضو اكتر من جلسه. وفي دكاتره في مصر متخصصين قوي في التي سي اي بيل، ده هو نوع من انواع بيسموه تقشير، بس هو زي ما فهمته كده هو ماده بتتحط على الاثر. شوف الفيديو تاني ونتائجه هايله على فكره، وشوف فيديو كمان. ده بقى طريقه تانيه من الطرق. طبعا حبينا نجيب ان هو يعني كرتون او انيميشن، ما يبقاش فيديو حقيقي، لان هو في الحقيقه هيبقى يعني ممكن تخافوا شويه. ده اسمه تقطيع الياف، ان الدكتوره بتدخل بالابره زي ابره الحقن وبتبتدي تقطع، تمشي بطريقه الفانينج او يمين وشمال، تبتدي تقطع الروابط اللي بتبقى شاده الجلد لتحت وعامله شكل اللي بتبقى ماسكه الاثر بتاع الحبوب من تحت. التقطيع ده زي ما انتم شايفين، بصوا الفيديو، بتبتدي تقطع، شايفين، يبتدي الجلد يبقى يتعدل ويتفرد تاني فوق زي ما انتم شايفين. طبعا الموضوع ده يبدو مرعب، بس هو مش مرعب خالص. ده في دكاتره بتعمله عادي مع الفيلر، بابره الفيلر بتقوم عاملاه، يعني الموضوع مش مرعب زي ما يبدو، ونتائجه كويسه جدا. وبرده زي ما بنقول التشخيص مهم قوي، لان مش كل الناس ينفع معاهم السبسيجن او تقطيع الالياف، لازم الدكتور يحدد ان ده نوع اثار حب شباب اللي ينفع معاه كده. وفي ناس بتحقن بقى بالمره كمان معاه حاجات محفزه للجلد ومحفزه للكولاجين، فبتبقى برده النتائج كويسه، وبرده مش جلسه واحده، وبرده بيبقى معاه بنج وتخدير. خلينا نشوف الفيديو التاني. ده برده حاجه هايله. ده بيعملوا ايه؟ حاجه اسمها نانو فات. بيعملوا ايه؟ بيسحبوا جزء من الدهون من الجسم، وبيبتدوا يفصلوه زي ما انتم شايفين بيفصلوا وبيطلعوا الدهون الرفيعه قوي، بيطلعوا منها حاجه اسمها الخلايا الجذعيه. الخلايا الجذعيه دي لو تلاحظوا، اولا هي لازم تكون خفيفه، الدهون بتبقى تقيله، فبيفضلوا يعملوا بالحقنه كده عشان الدهون تخف، وياخدوا ارفع حاجه واهدى حاجه تعدي في مصفى رفيعه قوي عشان الدهون تبقى طالعه رفيعه، ويبتدي يحطها في الستامب ده زي ما انتم شايفين. وفي ناس بتعملها بالمايكرو نيدلينج عادي، يبتدي يدخلها في ابر رفيعه قوي ويبتدي يمشيها على الوش كده. وفي ناس بتحقنها، وفي ناس بتعملها بالدرمافان. دي اهدى حاجه، ان هو يمشيها على البشره من جوه بحيث ان الجسم يستفيد بالخلايا الجذعيه، الجلد برده جودته تبقى احسن، برده يعني كله في الاخر بيصب في ناحيه ان احنا عايزين نحسن جوده الجلد ونعلي الكولاجين، فيبتدي الحبوب الاثار بتاعتها تقل كتير. ده اقوى بقى واحد، ده اسمه فينول بيل، اقوى انواع التقشير. على فكره ده بيتعمل مش بس لاثار الحبوب، هو بيتعمل للنضاره عموما، وبيتعمل للتجاعيد، وبيتعمل انتي ايجينج او ضد يعني عشان الجلد يبان فيه نضاره. ده اقواهم زي ما انتم شايفين، كل دي طبقه جلد اتشالت، شايفين المنظر، بيتعمل في مصر، كل دي طبقه جلد اتشالت. هو الاول ده بيبقى ماده اتحطت على الوش وبيتساب، وبعد شويه بيقعد بقى فتره على الوش، وبعد كده بترجع تاني للدكتور يشيلها. طبعا هو ما بيبقاش بالمنظر ده عند كل الناس، هو بيتشال ابسط من كده، بس الحاله دي قدرت انها تمسك الجلد كله في ماسك لوحده عشان ما تروحيش للدكتور تقولي انا عايزه المنظر ده بالظبط. لا، مش بيطلع كده بالظبط. طبعا نتائجه خرافيه، لكن هو من كتر ما هو اجريسيف، من كتر ما هو قوي، الدكاتره بيخلوه اخر حل خالص، لان برضو ممكن يحصل حروق، ممكن يحصل حاجات ما نبقاش مبسوطين منها. فده للحالات بقى اللي جربت كل الحلول اللي قبل كده وما وصلتش لحاجه. ده كان اخر فيديو معانا، خليكم معانا نكمل بقيه فقرات البرنامج. اهلا بيكم كمان مره. مين فينا مش بيتمنى من جواه يحافظ على شبابه وجماله؟ طب بلاش، مين مننا لما حد بيديله سن اصغر من سنه ما بيحسش بفخر وانتصار كده؟ مش عارفه ليه بصراحه، سواء ستات او رجاله. هو انا الحقيقه مش عارفه شعور الانتصار اللي بنحسه لما حد يدينا سن اصغر ده ليه، بس احنا طول الوقت بنحارب عشان نوصل للاحساس ده، عشان نحسه، وبنعمل كل حاجه عشان نخبي بيها اثار الزمن، وبننسى بقى حاجه مهمه قوي في الموضوع ده، الايدين. حتى دلوقتي دايما تلاقيهم لما يجيبوا ست ويحبوا يعرفوا سنها، محتارين كده مش عارفين يوصلوا، بيقول لك بصوا على ايديها هتعرفوا منها سنها على طول. طيب مش هتعرف تلعب في ايديها، بس احنا بقى هنعرف نلعب في ايديها. النهارده هنعرف كل حاجه نقدر بيها نحسن شكل ايدينا مع دكتوره ضيفتي اللي منوراني، مروه دهب، استشاري الامراض الجلديه والتجميل والليزر. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا دكتور. مش عايزين حد يقفشنا بقى؟ ايوه. وعايزين نعرف الايدين مشاكلها كتير قوي، يعني في عروق،
في بتبقى ناشفه شويه، في صغيره شويه، بتبتدي بقى الحلول دي ايه؟ اديني كده فكره عن حلول الايدين. انا عايزه بس اقول لك ان في حاجتين هي اللي بتبين السن، الرقبه والايد. هنخلي الرقبه صحيح. في حلقه تانية. صحيح صحيح. وبعد دايما بننسى، حتى في السكين روتين بتاعنا دايما بننسى ايدينا ورقبتنا. دي حقيقه. الايدين مشاكلها كتير قوي. اهم حاجه ان الايد الناس بتنسى ان هو جلد عادي، فبيحصل له ايجنج زي الايجنج اللي بيحصل في السكين. فاي سكين روتين عندي، سواء وايتنينج، سواء الريتينول، سواء حاجات الانتي ايجنج، اي كريمات عندي، نضاره او تفتيح او واقي شمس، ما انساش احط على ايدي. انزل ببعض وشي على الديكولتيه، انزل ببعض وشي على الرقبه والديكولتيه وعلى الايدين. طبعا. والايد خلي بالك ان كفين الايد، الكف الواحد تقريبا بنص الوش. فلو هحط سي سان سكرين يبقى هحط بما يعادل قد نص الوش. مش البواقي كده اللي فاضله في ايدينا، مش البواقي يعني. اللي هو انا بخلص لا يعني ابقى كريمه على نفسي واحط بالظبط كده. تمام. مهم قوي برضو ان انا لو بحط حاجات مثلا انتي ايجنج كريم فيها ريتينول او حاجات اريتيتد شويه للجلد او بتلهب شويه الجلد، اخلي بالي قوي ان الستات بتنسى ان احنا دايما بنحط بصوابع ايدينا وبننسى نغسل ايدينا. صحيح. فلما نحط كويس قوي وبعدين نغسل ايدينا. في احيانا مواد بتبقى ممنوعه، مثلا انا احطها عند عيني. صح. او انسى واكل بيها. او لو عندي بيبي صغير ارضعه. فاخلي بالي جدا من التاتشنج بتاع الكريمز اللي هي الاريتيتد اللي فيها مواد اريتيتد. خلينا بقى نمسكهم مشكله مشكله. نتكلم مثلا في لون الايدين اللي بتبقى سمر شويه، غامقه شويه عن بقيه الجسم. هي بتبقى سمرة شويتين ثلاثه، احيانا بتبقى اغمق درجتين ثلاثه، بالذات لو احنا على طول الوقت بنسوق ونتعرض للشمس، بالذات كمان لو محجبه، فانت طول الوقت دي هي الاكسبوزد، فدايما الفرق ده باين جدا. زي المحجبه برضو وبتربط الاشارب كده، فدايما بيبقى في فرق لون. حلها ايه لو عندنا صور يا جماعه للايدين اللي سمرة اللي لقينا لها حل نطلعها والدكتوره بتتكلم. طب اهم حاجه السان سكرين، اهم حاجه واقي الشمس. ان انا اصلا خليهاش تغمق. طيب لو انا بس دي كانت كيس انا عملنا لها فيلر وميزوثيرابي بالظبط وبلازما. اللون اهم حاجه واقي الشمس زي ما قلنا. لان سان بلوك لازم السان سكرين او السان بلوك. لو انت بتسوقي ومركزه قوي وطول الوقت انت عارفه ان مشكلتك في السواقه هي الشمس، لازم البس جلافز مثلا، يعني لازم يبقى في بروتكشن. تاني حاجه بعمل تقشير، ان انا بعمل التقشير الكيميائي. يبقى اول حاجه البارد. ان الست لازم تاخد بالها هي من الصن بلوك، بروفيلاكتيك، حاجات وقائيه. اصلا ما تخلينيش اسمر لو ايديها سمر. بالظبط. وبعدين حضرتك بقى بتعملي لها كمان تقشير للايد. بنعمل بس تقشير للايد بس، بنعمل دي صوره معمول لها تقشير ولا دي محقونه شكلها؟ دي محقونه برده ومعمول لها تقشير. دي محقونه ومعمول لها تقشير. تمام. بنعمل تقشير سواء بارد او كيميائي. انا بفضل التقشير الكيميائي الشديد في كفوف الايد، لان جلد الايد سميك شويه وما بيقشرش بسهوله مع التقشير البارد. دي حاجه. تاني حاجه ان احنا ممكن نحقن بلازما. حقن البلازما رائع، بيدي نضاره للسكان والكواليتي بتاعت السكان بتتغير. في حاجه مهمه برضو، في حاجه اسمها الايج سبوت. يعني ايه الايج سبوت؟ لما بنكبر شويه في السن بيطلع لنا بقع بنيه في الايد، دي بتفضح قوي، دي بتبقى عارفه ان الشخص ده عدى ال 45 اول ما يطلع البقع البني دي. ما هي ايج سبوت، هي ملهاش علاقه بالشمس. فانا لما احط سان سكرين واحافظ دايما ان ايدي تبقى متغطيه، الايج سبوت دي هتطلع بكميه قليله او ممكن ما تطلعش. فالسان سكرين مهم جدا. تمام. كده اتكلمنا على اللون، لون الايدين، البقع، واللون عموما لما بيكون اغمق من الجسم. طيب لو هنتكلم بقى على الايد نفسها، ساعات بيبقى فيها بتبقى رفيعه قوي وبرضه باين عليها السن اكتر من الطبيعي. مزبوط. دي حلها ايه؟ بنسميها بالبلدي كده معقربه. معقربه اللي هي العروق باينه جدا ومزرقه والايد رفيعه جدا. وممكن الشخص على فكره ما يبقاش رفيع، ممكن الست ما تبقاش رفيعه بس ايديها كده وراسيا هي وفي عروق، فيها عروق ونتيجه طبعا الشغل والمجهود الايد المسلز فيها بتكش شويه. فالفكره ان احنا هنا بنحقن فيلر. الفيلر بيبقى رائع في القصه دي، بيبقى بس فيلر معين للايدين، مش اي فيلر المفروض ان احنا بنحقنه في الايد، اللي هو الرادياس او الكالسيوم. الرادياس او الكالسيوم، وفي فيلر بتاع البادي فيلر اللي هو الهيالورونيك اسيد بس بتركيزات عاليه شويه غير الفيس فيلر، ده برضو بنحقنه في الايد لان الرادياس دلوقتي مش موجود او ناقص بشكل كبير. فبنحقن البادي فيلر وهو امن جدا في الايد. ميزه برضو الفيلر في الايد ان احنا ممكن نحطه بعد سنه سنه ونص، احنا بيقعد كتير قوي غير الفيس فيلر. يعني لو استخدمت البادي فيلر او الكالسيوم بيروح على طول، بيروح على اما البادي فيلر لا بيقعد شويه.
طيب حقن، كلميني شويه على فكره حقن الفيلر في الايد ده. في ناس بتقول انا خايفه يلمس عصب ايدي تقف والحاجات خالص دي. امان جدا جدا طالما الدكتور بروفيشنال ومتمكن في ده، ما شفناش مشاكل. بالعكس دايما الكومبليكيشنز اللي بنشوفها في الفيلر بنشوفها في الفيس. ما فيش ولا حضرنا ولا شفنا ولا في الإيد. حتى في الليتش بالظبط اي كومبليكيشن شفناها قبل كده في الايد، لا الايد امان تماما. بنحقنها بكانيولا، بتبقى وان انتري بوينت، بدخل من دخله واحده وبعدين بس. بقى تاخدي كل ده يمين فانج بقى تكنيك كده فانج. وهي بتبقى فيري سوبرفيشال، بعيد او سطحيه جدا، بعيد عن اي حاجه ممكن ابقى خايفه منها في والوجع الإيد. يا دكتور الوجع بيبقى لطيف جدا، بنحقن حلو الوجع لطيف دي لا يا يعني محتمل يعني مش البين الرهيب مش البين الرهيب يعني بنحقن بينج او البنج، بنحقن بينج قبلها بنص ساعه، حقن كده سيبوريتك كده بينج وبعد كده بنخش بالفيلر. الفيلر لطيف قوي قوي. وتوزيع الفيلر يعني ازاي بتقدري تضمني ان يبقى توزيعه كده؟ المساج مهم ما يبقاش متكلكع في حتت. صعب انه يكلكع، صعب جدا، طالما الفيلر اللي معايا مساعدني ان هو يبقى سموث ولطيف وفيلر محترم. وبعدين المساجنج اللي الدكتور بيعمله للايد بعد الحقن ده مهم جدا، بيوزعه كويس. ده بيوزعه كويس. طيب وبيجي بقى عند الصوابع ولا بس في الكف؟ لا ممنوع الفيلر عند الصوابع. فعلا ممنوع الفيلر عند الصوابع. ممكن بقى لو الراديوس او الكالسيوم بنخففه قوي بتركيز معين غير اللي حقناه هنا في الايد، بحيث ان احنا نضرب هنا الناكلز والصوابع يدي نضاره بس مش هيدي ملو. لان في ناس كتير بتشتكي دايما تقول لك ايدي فاتحه بس العقل بتاعت الصوابع غامقه. ساعتها بقى نعمل بلازما وتقشير، وحتى الميزوثيرابي اللي بنعمله لوشنا احنا ممكن نعمله لايدينا. يعني اي حاجه هحطها على وشي اقدر استخدمها لايدي. تمام، تقدر تفتح بالزبط. طيب والعروق الزرقاء؟ العروق الزرقاء هتتدارق اول ما احقن الفيلر، الفيلر هيعديها فوق فالعروق هتتدارق. بيداريها تمام. يس. طيب اديكم عرفتوا بقى كل الاسرار. وعلى فكره هو باي ذا واي انا حقنه فيلر من 10 ايام. فعلا؟ اديكي زي الفل الحقيقه دكتور. يعني مكان الانتري بوينت اهي بس غير كده تمام. تعرفي تحقني عايزين زوم على ايد الدكتوره لو سمحت. تعرفي تحقني لنفسك؟ طب والشمال؟ لا هتجيبيها؟ بنقوم شغالين. برافو عليكي يا دكتور، برافو عليكي. طيب كده عرفنا خلاص كل اسرار ان ازاي ايدينا تبان شباب. حاجه مهمه الكريمات، زي ما الدكتور قالت الكريمات لازم اللي بيجي على وشنا يجي على ايدينا، سان بلوك على وشنا على ايدينا. دايما الناس تقول لك ايه النياسينامايد الريتينول الاكريتين الهايلورونيك اسيد، زي ما بحط على وشي ابقى عامله اللايرز. نفس اللايرز وفيتامين سي وفيتامين سي كل حاجه، كل حاجه على الايد. بس اهم حاجه بعد كده اغسل كفوف ايدي. نغسل كده بقى عشان ما نمسحش العين بقى والبق والاكل والكلام ده. صحيح صحيح. طيب نيجي بقى للميزو بوتوكس يا دكتور، نسمع عنه كتير قوي ومحدش فاهم ده يعني ايه، يعني ده بوتوكس برضو ولا ده ميزو، يعني ايه الموضوع؟ طيب فكره الميزو، كلمه ميزو او الديفينيشن اوف كلمه الميزو، يعني ايه كلمه ميزو لما اسمعها في الطب او لما اسمعها في الجلديه؟ حاجه من الاثنين، يا اما نفس الماده مخففه جدا جدا فسميتها ميزو، يعني انا خففتها قوي تخفيف غير المتعارف عليه فبقت ميزو، سواء ميزو ثيرابي، ميزو فيتامينز، ميزو بوتوكس، وات ايفر، او نفس التركيز بس الواي بتاعت الانجكشن بتاعتها، طريقه الحقن لما بحقنها بحقنها فيري سوبرفيشال لاير فبقت ميزو. يعني انا ممكن البوتوكس العادي بالتركيز العادي بتاع التجاعيد هو هو، بس وانا مثلا بدرب الدكتوره اقول لها الطريقه دي طريقه الميزو ثيرابي، ان انا بعمله نباش تكنيك او فيري فيري سوبرفيشال، او لا بلاش من ده خالص انا هخففه تماما تخفيف كبير فبقى ميزو. ده ينطبق على اي ماده احنا بنحقنها. تمام، يعني هو نفس الماده بس لو خففناها او حقناها او حقناها سطحي قوي تمام بشكل متقارب جدا بقت ميزو. طيب اشرحي لي بقى استخداماته ايه، يعني اكتر حاجه الميزو ثيرب الميزو بوتوكس، الميزو بوتوكس بيأثر فيها بالظبط. الميزو بوتوكس من الحاجات المنسيه الناس مش بتخلي بالها منها. الكوست بتاعتها مش زي الكوست بتاعت البوتوكس بتاع التجاعيد، لانه مخفف، لانه مخفف. فالمفروض برضو الدكاتره تعمل ده في الاعتبار، تحط ده في الاعتبار، يعني مش كلمه بوتوكس فانا هاخد الرقم اللي هاخده في العادي. الميزو بوتوكس بستخدمه في حاجات كتيره قوي، منها روزيشيا اللي هي الورديه. الروزيشيا بنشوفها عند سيدات كتير، بيبقى فيه احمرار، هي عباره عن ثلاث حاجات، احمرار عند الانف والوش. الست على طول ما بتتعرض لصهد او فرن او شمس طول الوقت هي وشها بيحمر زياده عن الناس العاديه، بيبقى فيه شعيرات دمويه، ممكن كمان يبقى فيه حبوب مكان الاحمرار ده. في صوره للروزيشيا دي بيتهيألي مش كده يا شباب؟ اعتقد في الروزيشيا اهي دي شامله الاحمرار والحبوب والتلانجكتيزي او العروق الخفيفه الشعيرات يعني الخفيفه. كل ده اسمه روزيشيا في الاخر، دي اسمها روزيشيا بس. دي ما دي حلوه هي دكتور، والست وشها محمر وحلاوه حمر وحلاوه يعني
بس هي على بقع بقى جدا. لا هي اصلا لا مش الحمار بتاع النضاره. الست ممكن تبقى في الفيرست ستيج او البرايمري ستيج تقول لك انا طول الوقت وشي محمر. لما بتكسف وشي بيحمر بيحمر. لما بحط ميك اب وشي بيحمر. لما بتعرض لفرن وشي بيحمر احمرار. مش الحلو مش الحلو. طيب الحلو. بعد ما اتعالجت بقى بيبقى الشكل ايه؟ طيب العلاج علاجات كتيره قوي، من ضمنها لازم روشتة ونمشي على ادويه معينه. ومن ضمن العلاجات دي على فكره الرؤى كوتين. يعني احنا بنكتب الرؤى كوتين او نتلوك كاوف ليبل يوز للروزيشيا. بس اكتشفنا او اتضح ان الميزو بوتوكس بيعالج جدا القصه دي وبيقفل الريدنس الفظيع اللي بيحصل او الاحمرار الفظيع والصهد اللي بيحصل. اشرحي لي ازاي بوتوكس مخفف هيخلي النقط دي تروح علميا؟ يعني ايه اللي بيحصل؟ لا هو علميا احنا لو هنتكلم على الميزو بوتوكس، هو البوتوكس في العادي بيروح فين؟ طبقه العضله اللي هو للتجاعيد. بالظبط. طيب البيبي بوتوكس او الميزو بوتوكس هو رايح للمسام او الفيري سوبرفيشال لير اللي فوق. فانا دلوقتي عندي اللير دي مفتحه وكبيره وواسعه، عشان كده نفس القصه هي بيعمل لها انقباض. عشان كده نفس القصه بعالج بيها الوايت بورز او المسام الواسعه. في صوره فعلا للمسام الواسعه، يا ريت نشوفها. ده هايل. اختراع بيقفل. بيقفل على فكره. السؤال ده من اكتر الاسئله اللي بتجينا على الجروب عندنا. مسام واسعه. مسام واسعه. والحقيقه كنا يعني الناس كلها بتقول ما تعبيش نفسك وما فيش امل هو خلي بالك هو ده مش بيرمننت علاج. هو مش علاج نهائي. حتى لو شهرين بس شهرين ثلاثه زي الفل. فتره الصيف طبعًا. زي الفل. هتحطي ميك اب فترات طويله زي الفل. ليه؟ وبعدين ما فيش وجع يعني برضو الشكشكه دي. ما فيش كومبليكيشنز. صحيح. ده بقى ما فيهوش كومبليكيشنز. حاجه بيقع عيني تقفل زي البوتوكس العادي وما فيهوش كومبليكيشنز. هي بتحطيه في البتاع الصغننه دي ولا بتحقنيه ازاي؟ بالانسولين سيرنج. في بشوف كده ساعات زي الدرما. بصي الستامب اسمها ايه؟ ستامب. يعني لا انا مش مقتنعه بيها لان هو بيهدر. صح. عندك ممكن احط فيها فيتامينز يعني حاجات ارخص شويه، بس مش هحط بوتوكس في الجولد ستامب هتلاقي ثلاث ارباعه وطلع بره او في الدرما. بتحقني خفيف قوي. بنحقن خفيف قوي بالانسولين سيرنج. وبيعالج كمان الندبات ممكن؟ بيعالج السكارز. لا بيعالج الاكني سكارز. ندبات بالذات لو هي برضو نفس الفكره ان هي واسعه وكبيره وعامله يعني ريتراكشن في الجلد. او السكارز بقى الجروح. دي سكارز برضو. الاكني سكارز. مظبوط. لا والسكارز بقى الجروح. الجروح اللي هي البوست اوبراتيف سكارز. بعد العمليات. بعد العمليات يعني لو حاله مثلا عامله بريست ريدكشن شد او اول مره او سيليكون او شد في الدراع. رائع رائع رائع. بس مش مونوثيرابي، مش لوحده. احنا بنعمل كومباينيشن ما بين الليزر. بس ده ما يعتبرش علاج بقى لان هو. لا يعتبر علاج لان الجرح بيبقى شادد قوي فانا بريح الجلد خالص. او بيساعدني جدا لما اعمل عشان التئام الجلد. عشان التئام الجرح. يعني في صورة؟ احنا عندنا حالات، ما اعرفش ابعت لك الصوره ولا لا. بس دي بريست ريدكشن. وعندي حالات لبريست ريدكشن ساعدتنا جدا جدا مع الفراكشنال ليزر. بتحقنيه الاول؟ بحقن الاول وبعدين نعمل فراكشنال ليزر. نستنى شهر نحقن تاني وبعدين نعمل فراكشنال ليزر. لا رائع. دي بالنسبه لي معلومه جديده. رائع رائع. طيب الجرح الريزد ده ايه؟ الجرح الريزد ده كيلويد. المفروض الجرح الحل فين بتاعه ده؟ انا مش فاهمه الصوره دي فين. كتف ده ولا ايه؟ ده كان في الكتف. تمام. يا اما الحل بتاعه ان احنا بنحقن الكورتيزون. احنا خلي بالك ما بنقولش ان البيبي بوتوكس او الميزو بوتوكس هو بديل للعلاجات التانية. يعني هو مساعد. هو مساعد وفي نفس الوقت طول معايا. طب بس انا ما عنديش ليزر. الجرح ده كان جرح ايه اصلا اللي في الكتف ده؟ ده كان تطعيم. تطعيم يا نهار ابيض. ده كان تطعيم وعمل كيلويد. تمام. الكيلويد ده عملناه بالانجكشن ستيرويد اللي هو الكورتيزون المخفف. جاب نتيجه مش قوي. وبعدين بدانا اول ما الابحاث بقى نزلت على البيبي بوتوكس بدانا ان احنا نحقن بوتوكس لوحده. دي معموله بوتوكس بس مش مع كينا كورت او مع ليزر. وجاب النتيجه دي بعد ثلاث جلسات فعلا. لا يعني ده كده حاجه دي شجعتنا بصراحه. طيب بالنسبه بقى لنضاره الوش او كده، يعني انا بحب يعني جدا البيبي بوتوكس. يعني زي مثلا انت مش عايزه تحقني، هنعمل ديرما بين هيهدر شويه مننا، هنحط كوكتيل كده فيتامينز ونحط كده شرطتين ثلاثه اقل من 1 ملي بوتوكس مع الديرما بين. قصدك مع الديرما بين. التجاعيد الرفيعه. لا التجاعيد الرفيعه اللي تحت العين. التجاعيد الرفيعه دي يعني مع الزبانه. بوتوكس وانت مغمضه عينك. فعلا يا دكتور. بيبي بوتوكس. ده احنا عمالين طول النهار فراكشنال ليزر ومش عارف. مش وحش الفراكشنال ليزر. مش وحش. ار اف لا بس فراكشنال ليزر مش وحش. الراديو فريكوانسي. انت تقصدي ار اف راديو فريكوانسي ولا هايفو؟ الراديو فريكوانسي مش وحش برضو. الفراكشنال برضو لطيف. هو يعني انا بشوف مع بس أنا الفراكشنال كمان مستو انه ممكن يضرب فوق. انت ممكن تستخدميه لفوق الابر ايلاند عشان يشد شويه. بالظبط عشان تشد شويه زي البلازماج. مع الخطوط اللي تحت العين الميزو بوتوكس بيعمل ايه بالظبط؟ هو بيفرد الجلد بشكل مثلا بنسبه 60 70%.
لمده 3 شهور. لمده 3 شهور. انا شخصيا ما بحبش احقن بوتوكس خالص تحت العين. طبعا بوتوكس وبوتوكس تحت بيغير طبعًا. الشكل وبيغير طبعًا. الضحكه. غير الضحكه وتبقي شكلك ارتفيشال. فالحل ان احنا بناخد من الباقي بتاعك بنخففه تخفيف عالي جدا ونحقنه تحت العين. فعلا يس. فعلا دي طب وفوق؟ لا تحت بس. فوق لا. فوق ممكن ياثر شويه على الفتحه او القفله. طالما ممكن اصل يوصل للعضله. انت تحقني فيري سطحي وسطحي جدا وسوبرفيشال بس انت ما بتعرفيش بعد كده ممكن يوصل للعضله ازاي يعني. بنشتغل بيه برده حاجه اسمها بنحقن بيه حاجه اسمها البون فليكس. اللي هو ايه؟ البون فليكس ده نوع من انواع الاكزيما اللي بتيجي في الايد. في صوره للاكزيما في الايد بتبقى عباره عن بقليل ميه صغيره خالص. هي دي. يس. دي بتيجي كتير قوي للشباب والولاد في الجامعه. بتبقى بقليل ميه بتبقى غالبا يا اما في كف الايد او عند صوابع الايد. نوع من انواع الاكزيما نتيجه العرق الزياده. طبعا بنعالجها بالكورتيزون او ببدائل الكورتيزون ده اساسي. بس افرضي الحاله ريكورنت ومتكرره والعيان زهق منها ومش عايز يستخدم كورتيزون البيبي بوتوكس بيساعد معاها. والله دي فكره هايله. ما بينفعش مع الناس اللي عندهم عرق زياده لازم بوتوكس. بوتوكس اللي هو ايديهم بتعرق. خلي بالك الناس اللي عندهم عرق زياده بنحقنهم بوتوكس قريب من البيبي بوتوكس ما هو مخفف. اوكي. ما هو مخفف على 5 فهو ده قريب برده من البيبي بوتوكس. فبيساعد جدا. حاجه برده كان طلع بحث كده من 3 سنين وبدانا نشتغله بس مش على سكيل واسع. علاج الصلع الوراثي بالبيبي بوتوكس. بنعالج الصلع الوراثي بنحقن في فروه الراس بيبي بوتوكس. لا ده موضوع كبير دكتور مروه. انت محتاجين اكتر من حلقه. الكلام مش هيخلص في حلقه واحده. لازم. كانت معانا النهارده دكتور مروه دهب استشاري الجلديه والليزر والتجميل. خليكم معانا في نحت ورد. رجعنا تاني. مشاكل البشرة من أكتر الحاجات اللي بتزعج الستات. ومهما كانت ملامح الست حلوة لو بشرتها مش حلوة نص جمالها بيروح. يعني ده اعتقادي. النهاردة هيكون معانا دكتور رائد الدماسي أخصائي الجلدية والليزر والتجميل. هنتكلم معاه على حلول بقى لكل مشاكل البشرة. أكبر مشكلة في البشرة هي الهالات اللي بتطلع حوالين العين. عايزاك بقى تقولي كده بالراحة عشان أنا فهمت إن في كذا نوع من أنواع الهالات دي. صح؟ مظبوط. ايه هم انواع الهالات؟ بص يعني الهالات السوداء احنا بنقول كده العين هي يعني مرآة للبشره يعني وحالتها الصحيه يعني. فانواع الهالات اللي موجوده حوالين العين يعني ميدلي لو هنقسمهم هيبقوا 3 انواع كبار. تمام. بيبقى في مشكله في الاستراكشر بتاع العين نفسه ودي بيبقى مثلا بيبقى التجويف اللي تحت العين ده بيبقى الفات اللي فيه مع الوقت والايجنج والشمس وكل الكلام ده قليل بنبدا نخسره مع الوقت. فده ده نوع من انواع يعني لما الدهون بتكون قليله تحت العين ده بيعمل هالات بالظبط. والدهون دي تبقى موجوده اصلا اوريدي في الاستراكشر الطبيعي بتاعي وتبقى ديب. مش من الحاجات يعني اللي بتبقى سطحيه بتبقى ديب وبالتالي مع الوقت دي كانها ريفليكشن. انا لما يبقى في فراغ تحت عيني بيديني احساس الغمقان. انما الجلد لو مش غامق ولا حاجه. الجلد مش غامق هو كانه ريفليكشن انعكاس عشان الجلد نفسه بيبقى ثن والفات اللي تحته اللي هو عامل له سبورت بنبدا نخسره فبيبدا يبان لي كانه غامق انما هو في الحقيقه مش غامق. ده نوع. ده نوع. وده نوع طبعا كل نوع من دول مهم قوي ان احنا نعمل له اسسمنت كويس عشان كل نوع محتاج علاج مختلف. طيب هنتكلم على العلاجات بس الاول قول لي ايه الانواع. خلصنا اول نوع. طيب تاني نوع بنسميه الفاسكولار او الاوعيه الدمويه. الجلد بيبقى نفسه تحته اوعيه دمويه. اوعيه دمويه سطحيه شويه والوعاء الدموي ده بيبقى ماشي فيه الدم فبيدي احساس او انعكاس بالزرقان. فتيجي تقول لك يا دكتور انا عندي حاسه ان انا دايما هنا جنب عيني وتحت عيني في زرقان مع ان انا بنام كويس وبعمل الروتين بتاعي كويس وكل حاجه كويسه بس دايما بحس بالزرقان ده. تمام. وده طبعا برده بيبقى ليه ايه علاج مختلف. تالت نوع. طيب تالت نوع بقى اللي هو البيجمنتيشن. هو زيه الجلد اللي تحت العين زيه زي الجلد اللي موجود في الوش ممكن يحصل له تصبغات. طيب التصبغات دي ممكن تحصل ليه لاسباب كتيره قوي. انا كان حصل لي قبل كده مشكله اكزيما ما كنتش برطب كويس بتعرض للشمس بشكل مثلا مستمر من غير السان بلوك بتاعي. كل ده يقدر يعمل لي تصبغات تحت العين وحوالين العين كمان مش بس تحت العين. يعني الجلد نفسه لونه غامق ايا كان السبب بقى. بالظبط كده. بالظبط. طب امال الوراثيه؟ طيب من ضمن الحاجات فعلا الوراثيه الجينيتك ودول كلهم
يعني دول الحاجات الكبيره بتندرج بقى الوراثيه. هو اوريدي لون فهيندرج تحت البيجمنتيشن اوريدي. لا ده وراثيه، فكره الـ الـ الاوعيه اللي تحت العين برضه هتندرج تحت، يعني كلهم بيبقوا تحت الثلاث حاجات دول مينلي. طبعا في اسباب كتير، وممكن يبقى في حاجات كمان سيستميك عندها مشكله، يعني نقص مثلا حديد، نقص بالظبط كده، او حتى فهماني في غده في حاجه، ده يبدا برضه ياثر معايا. عشان كده مهم جدا الاسسمنت قبل اي علاج. انا مهم اعرف ده مهم جدا. يعني كلام حضرتك ده معناه ان احنا في مليون سبب للهالات الوراثيه، هم الثلاثه دول الاساس المشكله، انما في تحتيهم كمان اسباب كتير. مظبوط. فمهم قوي ان الدكتور يشخص الاول صح عشان يعرف يعالج صح. طب خلينا باختصار نقول اول مشكله علاجها ايه. طيب لما بيحصل عندي تجويف تحت العين ببقى انا محتاج اعمل السبورت بقى اللي انا خسرته ده، فانا بعمله ايه؟ بعمله بالفيلر. الفيلر ده بيبقى هو بروسيدجر يعني بسيط، ما بياخدش وقت. انا كل اللي انا بعمله ان انا التجويف اللي هو زي ما قلنا هو ريفليكشن، انعكاس لحاجه فاضيه تحت العين، انا ببدا اعملها سبورت واحقن فيلر، وده بيقعد طبعا الفيلر من 9 شهور لسنه. اه بالظبط تمام. يبقى اللي هو لو عندها تجويف بس يبقى الحل فيلر. بالظبط تمام كده. والعروق الزرقاء بقى، العروق الزرقاء احنا بيبقى عندنا ليها كذا يعني علاج، بس مين اللي بيبقى فيه العلاج بالليزر، ليزر زي الاندياج او الاي بي ال، دول مهمين قوي، بيشتغلوا برضو على العروق اللي تحت العين. وبنبدا برضو، وكمان حاجه احنا نقدر نعمل كمان في بعض الاحيان ميكس في التريتمنت. انا عندي السكن هنا ثان وفي نفس الوقت عندي عروق برضو ظاهره، فانا لو حقنت حاجات من الحاجات زي السكين بوستر عشان تحس سكين بوستر تحت العين عادي. اه الايره الجديده اللي احنا فيها دي السكين بوستر، في انواع معينه فعلا فيها السكين بوستر بيبقى يعني بيبقى فيه حاجات تحسن الكواليتي بتاعه الجلد، وبالتالي ده بيبدا يساعدني ان انا يخلي لي السكين بدل ما هي ثن تبقى فداري العروق الزرقاء اللي تحتيها. اه تحسن ومع العلاج بتاع الفاسكولا. طيب مين افضل نوع سكين بوستر ممكن نحطه؟ لان عارفه ان في انواع كتير قوي في السوق. مظبوط. ايه احسن نوع اللي بيتحط تحت العين؟ طيب السكين بوستر بتاع الار ار اس انا صراحه شخصيا يعني برشحه دايما، وبرشحه الاسباب دايما لما احنا بنفهم نبقى عارفين كل حاجه فعلا ليه احنا بنختارها. الار ار اس زيه زي السكين بوسترز فيه هيالورونيك اسيد بس بنسبه عاليه. وكمان مش بس كده، دي بقى الميزه اللي فيه، ان انا لما بيبقى عندي كذا مشكله في الاي انا مش عايزه اعمل فيلر وبعدين اروح اعمل مثلا معانا صور للكلام ده يا جماعه والدكتور بيتكلم. اتفضل يا دكتور. الار ار اس موجود فيه غير الهيالورونيك اسيد اللي بالنسبه عاليه، ده بيحفز لي الكولاجين والالاستين فبيحسن لي اصلا كواليتي الجلد اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب الصوره دي ايه دكتور؟ انا اسفه لقطع كلامك. الصوره دي الصوره دي عباره عن فيلر ده عنده تجويف. والتجويف ده اوريدي يعني عنده وكمان بافنس. البافنس ده نفسه اللي هو بيبقى عندي انا جزء من الفات برضو موجود انتفاخ. تحت العين. او بالظبط الانتفاخ ده. يعني خلينا نرجع للصوره اللي بنتكلم عليها، في انتفاخ وفي نفس الوقت تجويف. بالظبط احنا هنا العين. بالظبط كده، احنا هنا عملنا ميكس بين الفيلر. بعد ما حقنا الفيلر كمان اخذ على فكره سكيب بوستر ار ار اس، حسن له حتى هتشوفي الكواليتي بتاعت السكين نفسها اختلفت. ايوه. طب الانتفاخ راح فين؟ الانتفاخ بقى ايه اللي بيحصل؟ ان احنا عندنا الانتفاخ ده بيبقى ليه دايما برضو ممكن ما يبقاش سبب واحد. بس ده انتفاخ احنا بنقسمه جريدز. الجريد ده هنا مينيمم، وبالتالي احنا لما بنحقن في بقيه التجويف اللي تحت العين بيبقوا قد بعض وبيتساووا. طيب والصوره الثانيه؟ ده بقى ده لون. ده لون بقى. ده لون. بالظبط. وده لون هنا، احنا اللون ده بنقدر يعني لسه ما وصلناش للون، بس دي سكين بوستر ار ار اس. دي محقونه بشكل يعني نقدر بعد ما نحن نخرج على طول، ما تاخدش وقت، مفيش زرقان، مفيش تورم، مفيش اي حاجه. ودي على فكره جاست افتر سيشن، يعني دي خدت سكين بوستر بس، بس وان سيشن، بس كده، بس وان سيشن. هي طبعا جلسة نقدر واحد. جلسه واحده، نقدر طبعا نعمل كذا سيشن، بس الريزلت اللي قدامنا دي من وان سيشن. هايل هايل. طيب خلينا نكمل بقى، احنا قلنا ان التجويف علاجه فيلر. بالظبط. اللون لو في والعروق الزرقاء علاجها ليزر. ليزر بالظبط. بيبقى في نوع اسمه اندياج، وفي حاجه برضو تانية اسمها اي بي ال. كنت عايز اقول حاجه بس، الار ار اس ليه احنا بنختاره؟ عشان هو فيه انتي اوكسيدنت، وفي حاجات وفي جلوتاثيون بنسبه عاليه. طب دول بيعملوا لي ايه؟ دول بيشتغلوا على البيجمنتيشن بشكل كويس، بشكل كويس جدا، بيحسنون البلاد سيركيوليشن، الدوره الدمويه. بالظبط كده. مع كمان الهيالورونيك اللي بيشتغل على الفاين لاينز، فانا كده ابقى اخذت دبل بينفيت او بينفيتس كمان كتيره. زي ايه؟ حسنت الفاين لاينز، حسنت البيجمنتيشن اللي موجود عندي، وبنسبه برضو لما انا بحسن الكواليتي بتاعه الجلد واحفز الكولاجين والالاستين، فحتى التجويف ده يتحسن برضو معايا. حلو قوي.
طيب اخر حاجه كانت اللون بس صح؟ اللون بس، البيجمنتيشن. البيجمنتيشن برضو نقدر نعمل فيه كذا حاجه، بيبقى عندنا حاجه زي الميزوثيرابي والخلايا الجذعيه. في صوره كمان بيقول في كذا صوره. دي كان حالتها ايه؟ دي بقى زي ما انت شايفه دي ميلي بيجمنتيشن، وهنا بقى في الصوره دي احنا ما حققناش كمان تحت العين بس، احنا حققنا كمان فوق العين. لو تاخدي بالك اللون نفسه يعني كمان ده اتحسن. سكين بوستر، ده سكين بوستر تحت العين وفوق العين، وهي كمان في كل الفيس. يعني احنا عملنا سيشن كامله للفيس كله، وتحت العين خدت سكين بوستر ار ار اس فوق العين. لا نتائج هايله، مع ان انا من الناس اللي كنت بشوف ان علاج الهالات حاجه صعبه جدا، بس واضح ان انا كنت غلط. في صوره ثانيه يا دكتور. طيب دي بقى واخده، دي عملنا لها دي من وان سيشن برضو. دي خدت ميزوثيرابي وخلايا جذعيه تمام برضو افتر وان سيشن، وكمان كان عندها تحت العين تجويف خدت فيلر. طب والخلايا الجذعيه دي بتبقى طبيعيه ولا بتبقى حاجات مصنعه؟ بصي، هي بيبقى فيه طبعا انواع في الخلايا الجذعيه كتيره جدا، بيبقى فيه منها نوع جاي نباتي ونوع حيواني. طبعا احنا دايما لما بنيجي نختار حاجات زي كده مهم قوي يبقى ما تبقاش سنسيتك وتبقى بشكل طبيعي، عشان ما تعمليش اي مشكله طبعًا. تعملي رياكشن، تعملي اي مشكله عشان اوصل لاحسن ريزلت. تمام. فهي الاسسمنت مهم جدا. انا ممكن اعمل كومبايند ثيرابي، فاهماني؟ ممكن اعمل حاجه واحده بس، مهم قوي ان انا اعمل اسسمنت واعرف فعلا سبب المشكله. يعني ممكن واحده يكون عندها سببين من اسباب الهالات السود. مظبوط. مش واحد بس، ده حقيقي. وعشان كده احنا فكره ان انا مثلا لما اجي استخدم السكين بوستر، انا عندي ده، انا عندي يا دكتور تحت العين خطوط وتجاعيد، وعندي كمان لون، ولا ده انا عندي كمان تجويف. الفكره برضو في السكين بوستر كنت عايز اقول ان هو في انواع برضو عندنا من الخطوط اللي حوالين العين، بقى في نوع ستاتيك ونوع دايناميك. نوع بيظهر مع الحركه والكلام. مظبوط. ونوع موجود حتى لو ما اتكلمتش. مظبوط كده. انا بعالج النوع الدايناميك ده ميرلي بالبوتوكس. تمام. انما النوع الستاتيك ده بيبقى مور ريزيستنت. تمام. وبالتالي البوتوكس ما بيبقاش يقدر يعمل معاه حاجه بعد فتره. ده بقى النوع اللي احنا بنختار له فعلا السكين بوستر. انا بشتغل على الكواليتي اوف سكين، بحسن كمان الفاين لاينز، وبشتغل كمان على البيجمنتيشن. فدي حاجات مهمه قوي. وبرده نفس النوع اللي هو ار ار اس. بالظبط. لان هو الموضوع ده بالظبط ليه، لان هو فيه نسبه هيالورونيك اسيد عاليه جدا، فبيحفز الكولاجين والالاستين. في كمان جلوتاثيون بنسبه عاليه، فبيشتغل جلوتاثيون، دي مهمه جدا للتفتيح. تمام. وكمان بيقلل لي حاجه اسمها تيروزينيز انزيم، وده كمان برده بيشتغل على فكره التفتيح، مع كمان فكره الانتي اوكسيدنتس الكتير اللي موجوده في الار ار اس. طيب دكتور، الكريمات دورها ايه في علاج الهالات؟ لها اي دور ولا بقى ده كلام فاضي؟ لا طبعا ليها دور. الفكره كلها، احنا دايما بنقول لما بنيجي العياده احنا مش بنعمل سيشن، انا بعمل بروتوكول، بمعنى انا بعمل اسسمنت كويس، بعرف ايه السبب اللي موجود عندي، بعمل تريتمنت وبحافظ عليه كمان في البيت. انا بقول لك ازاي تمشي على بروتوكول كويس مناسب، ما يحصلكيش مشكله. احنا لما بدانا الكلام قلنا في الاول ان احيانا لما يجي لي اكزيما ما عالجهاش بشكل كويس، او استخدم حتى على فكره برودكت بشكل غلط يعمل لي مشكله، ده ممكن يعمل لي بيجمنتيشن او تصبغ او يعمل لي حاجات زي كده. فالكريمات اللي موجود اللي بنقدر نستخدمها في البيت مهمه جدا، بس مهم ان انا ابقى عارف ايه المشكله عندي، بمعنى انا عندي بيجمنتيشن فانا محتاج مثلا حاجه فعلا للتفتيح مع حاجه برضو ترطب لي البشره. لا ده انا عندي تجويف او عندي بافنس، فانا في حاجه تانية ممكن استخدمها. بالظبط، زي ممكن الهيالورونيك اسيد. يعني مش نروح الصيدليه نقف للصيدلي نقول له اديلي اي حاجه للهالات، او اديلي اي حاجه عشان عينيا منفخه فاديلي اي دواء، او اديلي اي كريم، ونرجع نقول الكريمات ما بتشتغلش والكريمات دي اي كلام. مزبوط. عرفنا المشكله منين؟ المشكله ان احنا لازم نروح للدكتور يقول لنا احنا مشكلتنا ايه، ويقول لنا نعالجها ازاي، ومع العلاج في كريمات في البيت. مظبوط كده. مزبوط. طيب بقيت بقى احنا خلصنا العينين، وهي من اكتر حاجه بتشغل دماغ الناس. طيب بتشغل دماغ الناس قوي كمان التصبغات اللي بتطلع حوالين البق، شوفها كتير قوي، مش حامل، مش ما وقفتش في الشمس، لا هي بيطلع لها كده. طيب بصي، التصبغات برضو اللي حوالين المنطقه دي حساسه جدا. تمام. الحاجات فعلا اللي بيطلع فيها تصبغات بنسبه كبيره لاسباب برضو، منها الرونج روتين بتاعي. انا مثلا بستخدم حاجه للتفتيح مثلا الصبح بدل ما استخدمها بالليل واتعرض للشمس، فتبقى انا ما برطبش بشكل كويس المكان ده، والمكان ده فعلا بيبقى السكن فيه سنسيتيف، فلو ما ترطبش بشكل كويس ما بهتمش بيه قوي، فيبدا برضو يعمل لي بيجمنتيشن، لان هو بيعمل لي زي الرجي كده شويه، وبعدين الالرجي ده يبدا يقلب معايا ببيجمنتيشن. وفي ناس بيطلع لهم زي شنب كامل حوالين ليه بقى؟ ده الليكنج اللي بنسميه، اللي هو
حد بيطلع لسانه حوالين شفايفه يعني فوق وتحت. يعني الناس اللي بتلحس شفايفها طول الوقت. بالظبط، هي ممكن على فكره ما تبقاش واخده بالها انها بتعمل كده بشكل لا ارادي، وبالتالي طبعا فكره ان المكان ده ويت دايما فعامل لي زي المكان انفليمد شويه، فشويه شويه شويه تلاقيه بدا يعمل كلر. ده كلام مهم قوي. بالظبط. طب وفي ناس بيبقى حوالين شفايفهم ابيض بقى مش غامق، يعني تلاقي خط ابيض كده حوالين الشفايف، ده بيعتبر بسبب لحس الشفايف كل شويه ولا ده ملوش دعوه؟ احيانا يحصل كده فعلا. على حسب برضو السكين تايب بتاع البيشنت، يعني احيانا الشخص الغامق يقلب معاه فكره التصبغات بلون فاتح، او العكس الشخص الفاتح يقلب بغامق. يعني بتبقى على حسب كل حاله وكونديشن بنشوفه برضو ايه بتبقى المشكله اللي موجوده. طب وحله ايه بقى يا دكتور؟ طيب برضو بنشوف المشكله. يعني مثلا انا لو عرفت ان البيشنت ده بيعمل ليكنج بشكل مستمر حوالين البق، يبقى انا بعمل له اديوكيشن، بقول له خلي بالك دي مشكله. يعني اطفال كتير بتعمل الحركه دي. مظبوط كده، وبيبقوا مش واخدين بالهم على فكره كتير قوي، حتى الكبار احيانا برضو بيبقوا مش واخدين بالهم، فبنقول لهم الحركه دي المفروض ان احنا ما نعملهاش على قد ما بنقدر. طبعا بنستخدم حاجات للترطيب وحاجات للتفتيح، تمام، بس تبقى مناسبه للكونديشن اللي هي موجوده فيها. يعني انا لو استخدمت حاجه للتفتيح وستيل لسه عندي المشكله الاساسيه انها بتعمل ليكنج مش واخده بالها، يبقى هنرجع تاني لنفس الموضوع. طبعا نستخدم سان بلوك بشكل كويس، ده مهم جدا. بس في ناس ما بتعملش موضوع انها بتلحس او بتبل شفايفها كل شويه وبرده بيطلع لهم فوق بقهم، ده جينيتك. يبقى سبب ايه تاني بقى؟ احنا عندنا اسباب الشمس. عندنا اسباب جينيتك، بنتعرض للشمس وراثيه. بالظبط، اسباب وراثيه، بنتعرض للشمس بشكل برضو كبير من غير سان بلوك، وكمان يا اما احنا عندنا برضو زي ما قلنا الرونج روتين اللي احنا بنعمله. في ناس بتقول معجون السنان اللي بيعمل كده. زي بقى فكره الليكنج فعلا، ان انا وانا بعمل سناني كده ممكن جزء من معجون السنان يلهب، يطلع بره المنطقه دي، فيعتبر برضو بيخلي المنطقة دي ويت بشكل مستمر، وبالتالي فعلا يعمل لي المشكلة دي. طيب من ضمن برضو مشاكل البشرة النمش، في ناس بتحبه قوي، أنا بحبه الحقيقة، بس في ناس بيضايقهم يعني بيقولك لا ده عامل زي البقع في الوش. تمام. بيبقى حلها إيه يا دكتور؟ طيب النمش برضو ليه كذا حاجة نقدر نعملها، بس ميل اللي فيه نوع من أنواع الليزر بيقدر يشتغل بشكل كويس، يعني اسمه كيو سويتشد ليزر، لأن هو بيشتغل على طبقة معينة في الجلد اللي بيبقى فيها أصلا النمش. يعني الجلد طبقات، تمام، فالنمش ده بيبقى في طبقه معينه في الجلد، لو احنا عملنا له يعني استهداف بشكل كويس هتلاقيه فعلا بدا يتحسن. بس مشكله النمش الاساسيه ان هي حاجه ريكيرنت، يعني هي طبيعه اصلا المشكله كده انها ممكن ترجع تاني، بس طبعا نقدر ناخد منها نتائج هايله بالكيو سويتش. الكيو سويتش والكريمات؟ لا، الكريمات بتحسن طبعا برضو، وفي طبعا برضو البيلينج، بس انا ببريفير دايما للكيو سويتش ان هو فعلا بيوصل لطبقه الديرمز اللي هي اصلا اوريدي فيها المشكله بتاعت النمش. طيب برضو من ضمن المشاكل طبعا اثار الحبوب، دي عايزه 3-4 حلقات يعني كتير. هنتكلم فيها كده سريعا. وانا فاهمه طبعا الموضوع عميق وقوي، بس سريعا كده ايه ساعات الحبوب بتروح وبيفضل نقط بني كده في الوش؟ طيب حبوب الشباب طبعا زي ما حضرتك ما قلت، حب الشباب ده يعني قصه كبيره قوي، تمام، بس اثار حب الشباب لما حب الشباب لما مش بنعالجه بشكل كويس، مش بناخد له تريتمنت كويس، وكمان بنبدا يعني نهمل فيه، وده بيحصل كتير قوي، بيبدا يسبب لي مشاكل. المشاكل دي بتتراوح بين ايه بقى؟ بيجمنتيشن، سكارز، تمام، مشاكل ان انا الـ يحصل انفكشن او عدوى حتى في حب الشباب ده، ويبدا يعمل لي مشاكل كتير. من ضمن بقى الحاجات اللي حضرتك قلت عليها البيجمنتيشن ده، تمام. طيب اللون ده او اللي بيسيبه حب الشباب، انا الاول المفروض ان انا ادي روتين مناسب للبشره دي او اعالجها، يعني واتيفر الروتين اللي احنا هنمشي عليه، وبعد كده ابدا اعالج التصبغ اللي بدا يبقى موجود. اعالجه بايه بقى؟ عندنا برضو حاجات كتيره، في حاجات نقدر نعملها في البيت هوم تريتمنت، حاجات للتصبغات، في حاجات في العياده نقدر نعملها زي البيلينج، زي الفراكشنال ليزر، زي الحاجات حتى برضو زي الكيو سويتش ليزر، ده كله يقدر انا بعامله هنا معامله التصبغ والبيجمنتيشن. وعلى فكره حتى كمان برضو عندي كيسز بتتحسن في اللون بالسكين بوستر فعلا. برضو طيب اخر سؤال بقى لينا النهارده، عايزاك تقول لي حاجتين لازم يعني ممكن نستغنى عن كل حاجة بس ما نستغناش عن دول في الروتين بتاع الستات أو الرجال، حاجتين ما ينفعش أسيبهم. طيب أول حاجة اتنين بس. طيب يعني اختار لي أهم اتنين. طيب بصي، أهم اتنين، أول حاجة طبعا السان بلوك ده، يعني مفروض يبقى رجالة ستات ما ينفعش حد يتعرض للشمس من غير ما يستخدم السان بلوك، تمام، بيعمل ايجينج سريع.
حاجة تانية نقدر نستخدمها وبرضو ما نستغناش عنها لكل أنواع السكن؟ كل الناس رجالة وستات، احنا قلنا السان بلوك لكل الناس، حاجة واحدة مهمة جدا. طيب يعني مع ان حاجة ممكن ما بتتكتبش كتير وناس كتير ممكن ما تبقاش متخيلة انها مهمة، انا بحب في الروتين بتاعي اللي بكتبه ان انا استخدم حاجة فيها هيلورونيك أسيد، تمام؟ وده بالنسبة لي حاجة مهمة قوي. يعني مرض الهيلورونيك أسيد بقى بيديني بنفيتس كتيرة، بيديني ترطيب، بيحفز لي الكولاجين والإلاستين، فبيشتغل لي برضو على حتة اللاينز والإيجينج، فكأنه بيدي لي الترطيب بتاعي، وفي نفس الوقت برضو وعلى فكرة برضو بيرجيليت شوية في السيبم أو الدهون اللي بتشتغل على بتبقى موجودة في البشرة الدهنية. يبقى أهم حاجتين من وجهة نظر الدكتور، الهيرونيك أسيد أو الترطيب بالهيرونيك أسيد والسان بلوك. دكتور رائد نورتنا، ياريت ننزل صفحة الدكتور، الدكتور بيرد على كل الأسئلة وموجود على طول صفحة الدكتور أهي. نورتنا دكتور رائد. دكتور رائد السماديسة أخصائي الجلدية والليزر والتجميل، كانت فقرة مهمة وعرفنا حاجات كتير عن بشرتنا، خليكم معانا الفقرة الجاية. لسه مكملين، وعايزه اقول ان في ستات كتير قوي وبنات بتحلم كده ان شفايفها يكون لونها بينك وعينيها مسحوبه بالايلاينر. هي نفسها تصحى الصبح من النوم تلاقي نفسها كانها عامله ميك اب وكله ما بيروحش طبيعي، يعلي ثقتها في نفسها، وبالذات البنات الجديد العرايس الجداد. خلينا بقى نعرف الكلام ده بيتعمل ازاي. معانا النهارده خبيره التجميل رانيا رفعت. ازيك يا رانيا؟ الحمد لله. اشرحي لنا بقى ايه هو الميك اب الدائم، الناس اللي حاطه ميك اب ما بيروحش. نبتدي الاول بالشفايف. اوكي، في حاجه بتخلي الشفايف لونها وردي على طول، كلام ده مظبوط؟ صح. ده عباره عن ايه بقى؟ انا اصلا يعني قصدت ان انا النهارده لما اطلع في الحلقه ان انا ما احطش ولا نقطه ميك اب خالص، بس حاطه ماسكارا ولا حطيت حاجه خالص، حطيتش اي حاجه خالص ولا اي حاجه. الحلاوه دي يعني اللي فوق عينك ده، اللي فوق عيني الايلاينر بتاعي، والشفايف مش حاطه اي روج خالص، بس هو ده الليب كولر، وكمان الحواجب، بس انا الحواجب بتاعتي لسه فيها مراحل. طب كلميني بقى عن الشفايف، ازاي الشفايف تبقى لونها كده على طول؟ ده تاتو برضو؟ بصي، هو اي حاجه، اي ابره بتدخل لون جوه السكن، انا يعني انا دايما بعتبره ان هو اسمها تاتو. بس هل هو تاتو ديب قوي ونزل دم عميق ووصل لدرجات معينه في العمق بتاع الجلد ان هو ما يتشالش، ولا ان هو حاجه سوبرفيشال وان هي ممكن تقل مع الوقت؟ مع حتى العلم ان انا لما عملت شفايفي ما نزلتش دم، بس هي قاعده دلوقتي بقى لها 4 سنين او 5 سنين. قصدك ان التاتو اللي بينزل دم ده ما بيتشالش، بيبقى دائم؟ بيبقى دائم، بس هو كل حاجه اسمها تاتو، حتى الحواجب الباودر، حتى الايلاينر، حتى الشفايف، بس الفكره ان احنا بنشتغل على اي طبقه من الجلد، يعني طبقه الجلد هي اللي بتفرق اذا كان حاجه مش هتطلع ابدا او حاجه بتقعد فتره وبتروح. بالظبط كده. انما اللي انت بتتكلمي عليهم دول بيقعدوا فتره وبيروحوا، بس فتره سنين. فتره سنين بس. انا برضو مع فكره انه ما فيش اي لون بيدخل الجسم بيروح بنسبه 100% لوحده، لازم يتعمل له ازاله، سواء شفايف، سواء ايلاينر، سواء حواجب، اي حاجه من الحاجات دي. طيب كلميني بقى عن الشفايف. انت قلتي ما بتنزلش دم، بتقعد بقى قد ايه؟ لو واحده عملت شفايفها النهارده تاتو، بتفضل فتره قد ايه شفايفها عامله كده؟ ممكن تقعد معاها 3 سنين 4 سنين، وبرده ما تروحش بنسبه يعني 100%، ما تروحش خالص. في ناس بتبقى عايزه ان هي تعمل الليب كولر ان هو حاجه سيمبل قوي، تقول لك مثلا ان انا لو عندي عزه لا قدر الله، لو انا مثلا بشتغل دكتوره في الجامعه، لو انا دكتوره اسنان، مش عايزه حاجه واضحه ومش حاجه قويه قوي. ساعتها الليب كولر احنا بنستخدمه ان هو يغير مثلا لون الشفايف، لو حد شفايفه غامقه جدا، سواء وراثه، سواء سواء يعني باي سبب كان السبب ان هي شفايفها غامقه مثلا، ممكن ان احنا نفتح الشفايف، وكمان الهدف منه ان احنا نغير شكل الشفايف. لو واحده شفايفها كبيره، لا بالراحه بقى، ده كده مواضيع كتير قوي. نتكلم الاول على فكره اللون. لو عندنا صور نشوفها يا جماعه، فكره اللون ان في ناس بتبقى شفايفها مزرقه كده شويه، سيبك من فكره ان هي واحده عايزه تبقى حلوه على طول ومظبطه على طول، لا في ناس بيبقى زي العلاج بالنسبه لهم. بالظبط. دي واحده كده صح شفايفها كان لونها غامق ولا دي؟ دي كانت شفايفها غامقه شويه، وكانت غامقه اكتر من كده، بس انا يعني نصحتها انه قبل السيشن تعمل شويه فيلر، مش فوليوم قوي، بس ان هي تشد الجلد شويه. والصوره اللي تحتها على طول ده قبل يعني بعد ما عملنا السيشن بكام يوم، فبيبقى اللون قوي قوي ظاهر، بس بعد 45 يوم دي الفاينل ريزلت من مره واحده بس. في صوره ثانيه دي بقى شفايفها كانت غامقه. دي واحده بتجيلي من السودان مخصوص. كل مره وعملت بالظبط 4 مرات على يعني على سنه دي ونص. دي نفس الشخص بس فرق الاضاءه بتاعي. نفس الشخص. فرق الاضاءه، بس هي فعلا شفايفها ما بقاش فيها اي نقطه غمقان خالص.
ودي كمان شفايفها كلها غامقه والرسمه ما عدا الرسم يعني هي غامقه. انا حاسه ان في خط حوالين الشفايف كده يا ايران. بصي انا دايما بقول ان الشفايف بتبقى عباره عن حاجتين، في حاجه اسمها الادج ومن جوه البامب. البامب اللي جوه عندها ده ضعيف جدا، مع ان انا اصلا نصحتها ان هي تعمل فيلر بس هي صغيره قوي واهلها مش هيرضوا. فحاولنا ان احنا على قد ما نقدر ان احنا نسحب الغمقان ونصغر شكل الشفايف ونسحبه منه. ده كانت الريزلت بعد 20 يوم. طيب بعد لما بتعمله ايه بقى؟ احكي لي كده الخطوات. الاول بيبقى فيه ورم جامد؟ الاول بيبقى فيه ورم جامد قوي، وفي ناس على فكره ما بتورمش في نفس اليوم. في ناس بتورم تاني يوم وتالت يوم بس بيتخضوا، بس هو ده شيء طبيعي قوي، خاصه ان الشفايف بيبقى فيها اوعيه دمويه كتير، وبنشتغل بابره رفيعه قوي، بنشتغل كتير فوق الثلاث مرات او اربع مرات، فالطبيعي انه يكون في ورم. بعد كده الورم بيهدى لوحده، يعني مفيش حاجه ان هي تخلينا نقلق يعني، وبعد كده باللون بيقشر وبيروح خالص، وبعد كده بيبدا يرجع تدريجيا. يعني هي تاخد كام يوم اجازه من الشغل؟ والله هو يومين. يومين ولو لبست فيس ماسك دلوقتي خلاص بتمشي الدنيا. طيب بتفضل ورمه اول يومين وبعد كده بيروح اللون خالص كانها ما عملتش حاجه، صح؟ هو على حسب التكنيك يعني. في ناس لما بتعمل بيبقى اللون رايح خالص وبيرجع ضعيف. وانا مثلا انا بتكلم عني انا شخصيا، ان انا لما بشتغل لا مفيش حاجه اسمها ان اللون بيروح خالص. اللون بيبقى موجود بس ضعيف، بس بيتحسن اكتر بيرجع تاني. بس في معلومه مهمه قوي، ان الناس اللي بتبقى بشرتها غامقه والشفايف غامقه جدا بيتسرعوا جدا في النتيجه. فعامه الطبيعي انه بيكون ان اي حد بيجي يعمل التاتش اب بتاع السيشن يعني بيكون بعد 30 يوم، بس انا نصيحتي جدا لاي حد شفايفه غامقه انه لازم يستنى من شهرين لثلاثه على الريتاتش الغامق، بس كل شويه النتيجه بتفضل تتغير وتتحسن مع الوقت. اوكي، ما بتبانش من الاول. طيب علشان وقت الفقره دي مش كبير، عايزه اخلص موضوع الشفايف ده المهم قوي. الوجع، الناس كلها بتخاف من الوجع. الوجع هو بيبقى حاجه بسيطه قوي قوي في اول السيشن. احنا كده كده بنرسم وبعدين بنحط البنج وبنشتغل على طول اول راوند، بترجع شويه بس بعد كده بنج كريم بس بتقعد بيه مده معينه، وبعد كده بنحط بنج ليكويد في نص السيشن ما بتحسش بحاجه. تمام. بس الحاجه المهمه قوي اللي لازم يعرفوها، ان ما ينفعش اروح لتاتو ارتست ويعمل لي حقنه بنج. الموضوع ده بجد دي مصيبه، دي كارثه طبعا. اوعي حد يقول لك تعالى احقن لك بنج، اوعي البنج دكتور، ومفيش دكتور بيعمل تاتو في الشفايف، فاحنا كده واضح قوي البوردر فين. طيب لو واحده عايزه تعمل فيلر، تعمل قبل ما تجيلك ولا بعد ما تعمل الليب؟ الاثنين ممكن. لو في حد شفايفه يعني المصطلح ان هو مكرمشه قوي قوي قوي، يستحسن ان هي لازم تعمل فيلر الاول، يا اما مش هتلاقي نتيجه خالص. اللون بيدخل جوه ما بيبانش، ما بيبانش اصلا، والشفايف التكشر نفسه الملمس نفسه بيبقى الجلد ضعيف قوي. فما بيلقطش حاجه وممكن تتعور. يعني تعمل الاول وتستنى شهر مثلا، شهر بالظبط، وبعد كده تعمل الكالر. طيب اللون بقى، انت يعني الناس بتبقى عايزه تروح بس خايفين اللون يا يطلع غامق قوي يا فاتح قوي مش لايق عليا، بتحددي اللون اللي بيليق مع كل واحده ازاي؟ هو انا طبعا مع الخبره ببقى عارفه وبقترح عليها كذا حاجه، عايزه مثلا دروس فاتح، حاجه زي كانك حاطه تنت ومسحاه ايا كان، بس دايما بنصح اي حد بيعمل اي حاجه يخليه في اللون الهادي الاول، سهل انك تغمقي وبس صعب انك تفتحي. في السيشن بقى في الريتاتش تظبطي تقرر أكثر. تبقى عدت بكل المراحل وبعد كده تقرر. طيب هو في اسئله كتير قوي، بس انا عايزه اتكلم بقى على التعقيم والحاجات اللي الناس بتخاف منها. يجي لي انفكشن اروح اعمل يطلع لي هيربس، يعني ايه مشاكل الموضوع ده؟ الهربس هو ليه حل سهل جدا، ان انا قبل ما اروح السيشن لازم اخد قبلها باربع خمس ايام حاجه اسمها انتي فايرل، اللي هو المفروض الدواء بتاخده عشان ما يطلع لهاش الهربس. الهربس ده ممكن يطلع من البيلينج، ممكن يطلع من الفيلر، ممكن يطلع من مايكرو نيدلينج، يطلع طبعا من الاكتيفيشن بتاعه النيدل واحنا شغالين في الليب كولر. تاخد الدواء قبلها باربع ايام وبعد كده تكمل عليه بعد السيشن، ولو طلع حاجه هيطلع حاجه بسيطه قوي تقدر بعدها تكمل بكريم، او لو هتاخد جرعه تانية تابلتس اقراص لازم تراجع مع الدكتور الاول. وموضوع الهربس ده ساعات لو في حد نسي ان هو ياخد الدواء، الهربس ساعات بيوصل لجوه الزور وعلى اللسان وجوه فبيوجع جدا، بس هي تقدر تعرف ان هو بيطلع امتى. بيطلع الهربس على طول من رابع او خامس يوم من السيشن. طيب والهربس ده بيحصل كتير؟ شفتيه كتير؟ في ناس بيطلع لها كتير في جدا، لانه لو جالك 10 بيطلع لكام واحده فيهم؟ 4. ده كتير قوي. كتير قوي على فكره. لو هي مثلا نسيت وحطت الفازلين بايديها بيطلع لها، ممكن من كوبايه قهوه مكان حد، ممكن لو من لبستك مثلا واخده من حد، سهل جدا انه يطلع. دي حاجه مهمه. ومفيش حاجه تقدري تعمليها تمنع ان هو يطلع الدواء قبل السيشن؟ لا انا قصدي ان هو يعني قبل السيشن اكيد مش هيجيبه.
لو خدت الدواء، لو خدت الدواء اكيد مش هيجيلها لو كملت عليه. هتعرف ازاي ان هي تاخد الدواء في كل الاحوال؟ انا اوريدي ببعت ان كله ياخد الدواء في كل الاحوال، عشان كده سأله دكتور طبعا في الكلام، تسال ترجع للدكتور لو هي عايزه. انت يا راني. انا سأله طبعا سأله وده كان اي بي سي اول ما اتعلمت الموضوع ده. بس اهم حاجه ان هي لازم تكمل عليه وفي نفس الميعاد، لو غيرت ميعاده يبقى كانها ما خدتهوش اصلا. تمام. طيب سريعا الاي لاينر بقى. اوكي، اول سؤال، لو الاي لاينر عملته ما عجبهاش، عشان كده دايما في الاول بقترح على الناس لو عايزه تعملي حاجه اعملي حاجه سيمبل، واهم حاجه ما تعلاش قوي من فوق من عند الجفن، في بيبقى عايز عريض وطويل. ساعتها بقول لهم عشان تشيليه هتتوجع جدا لو حاولت ان هي تعمل له ريموف، وبياخد وقت طويل قوي، فاحسن حاجه ان هي تقدر تشتغل. بصي يعني هنا على الحلاوه، هنا انا هنا عامله ما بين اللاش لاين ومطلعه حاجه سيمبل، ده اللي هو الديلي لوك عادي، عشان ما تبقاش اوفر برده لو عندها مناسبه، لو بالزبط. عندها حاجه بالظبط كده. بس طب رانيا هرجع لنفس السؤال، افريدي ما هو طبعا تحفه، بس افريدي ما عجبهاش. الوينج سهله جدا انها تتشال، سهله قوي. بايه بتشيليه؟ بايه بشيله؟ بزي كريم ريموفر. او ليكويد او كده ريموفر، ولو هتشيل فوق الجفن مقترح عليها طبعا ان هي تروح لدكتور يعمل لها ليزر. بالظبط كده. وده بيبقى سيشن واحده بس معايا؟ يعني مره واحده معايا؟ معاك انت. طيب الوجع محتمل جدا، محدش بيحس باي حاجه خالص. بينج هنا في بنج موضعي، وبعد كده برضو بنحط بنج ليكويد ديورنج السيشن نفسها، وما بيحسوش باي حاجه. بس اهم حاجه ده فور شور لازم 3 ايام اجازه بعده على طول، عشان ورم بقى. طبعا موضوع ان الايلاينر دايما بيغير لونه او كده. ايه بقى حله؟ الحل ان دايما، هو ده بقى سر بقى، ده سر الشغلانه، لو هتعمل ايلاينر لازم تعمله درجه بني غامق جدا، بلاش اسود. البني الغامق جدا بعد ما بيهيل بيدي على درجه نوعا ما اسود، لان اللون هنا في الايلاينر بيغمق بسرعه، فلكن لو عملت اسود يغير جراي او ازرق، لكن لو عملت دارك براون هيبقى مدي على. يعني انت عامله دارك براون؟ انا عامله اغمق درجه بس ده باين اسود، بس عشان عامله ريتاتش. اوكي. في لو انت بتعملي بقى ده وينج محترم، ده وينج، بس هي كان عندها تاتو قديم، بس هو قالب سنه جراي، بس هي كانت عايزه تصلحه، قلت لها لو صلحناه اوريدي هيرجع تاني، فهتبقي دافعه فلوسك على الفاضي. تعالي نحليه، وعملت لها وينج بس شارب وتحفه، وغير شكل العينين جدا. بس ده شارب قوي، ده عايز واحده بقى صغيره، ولا بتروح عزا ولا بتروح الكلام ده، لان ده مش هيروح. طب يعني وده بيقعد قد ايه بقى يا رانيا؟ الايلاينر بيرمننت وعمره ما بيروح خالص. اوف، لازم يتعمل له ازاله. الايلاينر اكتر حاجه بيرمننت، غير الحواجب وغير الشفايف، حتى لو انت اويلي سكن برده بيفضل موجود بيرمننت. انا فكره الايلاينر عجباني قوي يا رانيا، بس انا قلقانه من فكره اللون. انت بتاكدي لنا ان عند رانيا اللون ما بيغيرش، اللون مش هيبقى جراي ولا ازرق، الا لو هي اصرت ان هي تعمله اسود. اوكي. يعني انت بتضمني انك لو عملتي بني عمر ما اللون عمره ما اتغير؟ اصل انت الوحيده اللي في مصر بتقولي كده، لان مصر كلها عامله تاتو بقى لهم 10 سنين، والتاتو كله بقى يا اما جراي يا اما ازرق، منتهى السخافه. في ناس عندي منهم مدي ضي سنه جراي، بس هي اللي بتكون مصره ان هي عايزاه غامق من او عارفه غامق. طب يعني انت عرفتي يعني؟ معلش، طب ما كل الناس ما بتعملش كده ليه؟ لما المعلومه سهله ومعروفه، هي ان احنا نعمل دارك براون يا جماعه واللون مش هيغير. مش معنى انت اللي بتعملي كده يعني. علشان انا درست الالوان وشفت قدام عينيا ازاي الالوان بتتغير، حتى الحواجب لو عملتها بني غامق قوي بعدين اوريدي بتغير، بتبقى برده لون اغمق. هو الموضوع بسيط جدا، بس اهم حاجه يعني عشان نبقى مستفيدين جدا من الحلقه، قبل ما تقرري تعملي اي حاجه فيها تاتو او الوان او اي حاجه، روحي كونسلتيشن الاول، ارسمي، اتكلمي، اسالي كل الاسئله اللي انت عايزاها، بعد كده تاخدي القرار. حتى لو عايزين يعني، هو الموضوع سهل، موضوع سهل مع اللي فاهم. لكن انا احاول ان انا اشوف ارخص حاجه ايه، واشوف الاوفر فين، واروح له واتجاه له، هتتضايقي قوي بعدين، وهتحسي ان انت بتصرفي اكتر عشان تصلحي اللي باظ. صحيح. كلام مهم ومعلومات كلنا كنا عايزين نعرفها. نورتينا يا رانيا. ميرسي. دي كانت اخر فقره معانا النهارده، خليكم معانا كل يوم خميس الساعه 5. كنت معاكم منى ابو السعود.